كنت انا قاعد اسمع مثل قاعد اقول حق اللاعبين الشباب وكانوا لاعبين يعني سابقين نسمع كلام ان الشيخ طلال فهد راح يبتعد وان الشيخ طلال فهد راح يوخر وكذا. يعني اكبر خساره انه يبتعد عن الرياضه لان الرياضه ما لها الا الشيخ طلال فهد. صحيح. اليوم احنا نتكلم اليوم لا هي مجامله ولا هو نفاق يشهد الله. اليوم نتكلم وجود الشخص هذا في المجال الرياضي مطلب جماهيري شعبي. صحيح. اليوم يعني الشيخ طلال نقول له انت يعني اليوم قرار الابتعاد مو قرارك انت. لا لا قرار الشعب الكويتي. الامر هو ما يملكه بروحه. نعم الشعب الكويتي يمكن اجمع اللي يتفق معاك واللي المفروض يتفق معاك بعد. يعني اللي كان يختلف معاك لازم يتفق معاك. كان خلاف شخصي وجودك اداء الشيخ. نعم. اداء واضح مع نادي القادسية. وجودك اليوم على راس الهرم الرياضي مطلب شعبي. يزعل من يزعل يرضى من يرضى لكن احنا نقول ابتعاده اكبر خساره ولا مصلحه الكويت فوق اي اعتبار. نعم. مع احترامي للبقيه ومع احترامي لمن يجي بعده اذا ابتعد الشيخ طلال اليوم عن الرياضه انا اقول راح نرجع مره ثانيه نقطه صفر ونرجع في تخبط ونرجع اليوم الشيخ طلال يعني يمثل رمز الاداري الناجح. نعم صحيح. فوجوده اليوم لا مطلب مثل ما قلت لك مطلب شعبي. هذه يمكن ضمن الكاسب اللي كسبناها قدرنا نفرح الشعب الكويتي والحمد لله وان شاء الله دائما الشعب الكويتي فرح. واحنا نقول لك يا ابو مشعل نبيك في الاتحاد وعلى راس الاتحاد. لا تفكر انك تبتعد لان هذا الامر مو انت اللي قاعد تملكه. الجمهور قاعد يطالب بقائك لان الانجازات اللي تحققت خلال الفتره الاخيره اسعدت الجماهير. خلونا نشوف هالتقارير معاكم اعزائي المشاهدين ونرجع مع ضيوفنا. نصر بلادي غاية ويا حاملين الراية نصر بلادي غاية. أقول على كل الوفد الخليج الكويتي مشكورين وما قصرتوا في تقديركم. عدتوا البسمة لأهل الكويت وخليت الناس تفرح وقدمتوا عرض مشرف يشرف الكرة الكويتية وعيد البسمة للجماهير الكويتية. وأنا واثق وكل ثقة أن هذا الفريق إن شاء الله بداية أهل إنجازات وانتصارات وراح نشوف منه إنجازات كثيرة إن شاء الله منه كبير فيهم. مثل ما إحنا شفنا الناس كلها نزلت الشوارع وهذه فرحة إن شاء الله الله يتمم علينا وما أقدر يعني شيء ما ينوصف ومشكورين وما قصرتوا. طبعا في هذه اللحظة التاريخية اللحظة الكويتية الغالية علينا كلنا نستقبل اليوم عيالنا واخواننا لاعبين منتخب الأزرق المنتخب الكويتي بعد ما شرفونا ورفعوا رؤوسنا ورؤوس رأس الكويت كلها في حصولهم على هذه الدورة الخليجية الغالية. طبعا ردت أمجاد المنتخب الكويتي ردت أمجاد الأزرق ردوا فينا الروح روح الفرح وروح الوناسة وهذه الروح الوطنية اللي كنا محتاجينها من فترة. نبارك لرئيس وأعضاء اتحاد الكويتي كرة القدم على رأسهم الشيخ طلال. هؤلاء الأبطال اللي حققوا خلال شهرين بطولتين هي كأس غرب آسيا وكأس الخليج. ونتمنى إن شاء الله أن تكون هذه بداية لعودة انتصارات إن شاء الله للكرة الكويتية. وبالنهاية يعني إحنا فرحانين والحمد لله رب العالمين. شفتوا فرحة أهل الكويت أمس واليوم ودوم إن شاء الله بإذن الله. حقيقة إذا كانت هناك كلمة فهي كلمة تقدير وثناء لهؤلاء الشباب الذين أفرحوا أهل الكويت شيبانا وشبابا وأطفالا بمناسبة غالية علينا جدا واللي هي فوزهم بكأس الخليج 20. هنأ الشباب الكويتي ومسلمين المنتخب الكويتي كرة القدم على هذا مو الإنجاز نقول على هذا الفرحة اللي فرحها الكويت وفوزهم في خليجي 20 بعد ما انقطعنا عن 12 سنة. وطبعا هذا الإنجاز هي بتكاتف طبعا جهاز إداري وفني ولاعبين وإن شاء الله تعم الفرحة أهل الكويت. أشكر كل من ساهم في نجاح وحصولنا على خليجي 20 وأشكر الشباب اللي ما قصروا فرسان المنتخب على حصولهم على الكاس اللي فرحونا صراحة. وهني أهل الكويت جميعا على بهذه المناسبة. يا حاملين الراية نصر بلادي غاية ويا حاملين الراية
نصر بلادي غاية. أعزائي المشاهدين، ونعيد ونكرر الله يديم الأفراح على أرض الكويت، باسمكم أرحب بضيفنا الكابتن بدر أبو عباس اللي شرفنا، نقول لك ألف مبروك يا أبو ناصر. الله يبارك حياتك ومشكورين، ومبروك لجميع الكويتيين والشعب الكويتي. وطبعا هذه مناسبة الكل سعيد فيها، الكل فرحان فيها، أتمنى أن إن شاء الله إحنا نقدر نقدم دور أو نقدر نقدم كلمة للجماهير والشعب الكويتي. إيش رأيك في الإنجاز؟ عاد البسمة؟ طبعا ما في شك ان الانجاز هذا انجاز يعني الحقيقه رجع لنا، يعني خل اقول انا اتكلم عن نفسي، يعني اقول 12 سنه احنا ما اخذنا بطوله، يعني 12 سنه ما اخذنا بطوله كاس الخليج، بطوله المشاكل بس. يعني انا عندي ولد عمره 11 سنه الحين، يعني ولدي كان الحين صار يعني ولدي كان موجود قبل 12 سنه، الحين 12 سنه حققنا بطوله، هذا شيء يعني فرحنا، فرح الجماهير، فرح الرياضيين، حتى المرياضي هم فرحان وسعيد. يعني احنا نهدي طبعا ونقول الفوز هذا لسمو الامير وسمو العهده ورئيس الوزراء والشعب الكويتي قاطبة، وكل مقيم محب مخلص لهذه البلد وهذا الوطن، نقول مبروك لهم جميعا. وبالدرجه الاولى طبعا ابارك للاعبين، اخواني اللاعبين الحقيقه اللي رفعوا راسنا وشرفونا ويابوا لنا البسمه ورجعوا لنا البسمه حق الشعب الكويتي وحق الكويت، وهذه فرحه الحقيقه وانجاز تاريخي يعني سجل باسمهم. فالف الف الف مبروك لكل الرياضيين وكل نجوم المنتخب والشعب الكويتي والجماهير الرياضيه. بس ما فيهم احد يشوت والله، لازم يعني وليد علي ما شاء الله الجول اللي حطه، يعني الجول حلو، صاروخ ارض جو، قالوا صاروخ ارض جو، الجول حلو ما شاء الله. احنا بالعكس كان ودنا انه قال اخواني اللاعبين، ما قال عيالي اللاعبين. لا اكيد لا اخواني، لا في بعض عيالي، لا 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 في بعض عيالي 12 سنه يعني مو الجول، اكو شوته من الجهه اليسار تقريبا، شوت طقت العارضه اللي في الغام الشمال، اي في واحده ثانيه الجول، انا اشوفه اسهل من الشوت اللي شاطها، ما شلون حطه ما شاء الله، يعني هو ما شاء الله، هو ما شاء الله عليه شوت زين، لا شوت هو وليد علي ما شاء الله، ميزه في وليد علي، وليد علي يعني يذكرني باللاعب الاوروبي اللي ما يخاف. بعد اعتقد يعني انا اعتقد ملعب كابتن، اعتقد الملعب التلتان هذا ما يساعد، لا لا شوف انا يعني لو تلاحظون انتم قاعد تشوتون، يقولون الناس لاعبين بعض اللاعبين يشوتون، الكره ما تهيئ صحيح، الكره ما تهيئ، الملعب ما يساعد. انا بتكلم عن وليد علي، في ميزه على وليد علي انه يحاول يشوت من اي مكان، يعني شوف عنده ميزه ما شاء الله عليه، يعني ماكو شيء اسمه والله اذا ما يفكر يقول اشوت ممكن تطلع برا، لا هو دائما واثق، دائما يقول الشمال شويه صعبه، صحيح عندنا ترى كان بالفتره الاخيره يمكن في كلام وايد على وليد علي، لكن مثل ما قال المعلق اللي مسجل الهدف، انا ما ادري اي قناه تابعها، قال فعلا تفوق على نفسه، وشون قال كلمه، قال لقى نفسه بالمباراه هذه، تقول احمد الطيب الجول هذا فعلا وليد علي، وليد علي وليد الخليج سبحان الله كان مستواه يعني مو وليد اللي احنا عارفينه، بس ترى كان يدي دوره يا جماعه، كان مسكر الشمال يدي دوره، ولكن يعني هو كان مفترض انه مثل ما تفضل الاخوان يشوت يعرض يباصي، كان اهداف يعني هداف ولاعب زين، بس يعني المباراه النهائيه توفق فيها، هذا وليد علي في المباراه النهائيه، هذا وليد علي في المباراه النهائيه، فهد العنزي نعم، يعني اللعبه الاخيره مسكين يعني بصراحه انا اقول ما توفق فيها، ما كان ذاك الخبره واللاعب، ما كان ذاك اللاعب المباريات السابقه اللي قبلها زين. الحين المنتخب فايز ومحتفلين المصباح اخضر، انا بعد لا لا بعد اقول لك شوف 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 الشعار وراه، الشعار وراه عطاوي، ما في انت بعد تبعتوني بعد وراك الشعار، شنو المصباح نخش عندي طلب من وليد علي، اعطونا مصباح يبغى على علم الكويت، عندي طلب ورجاء حتى علم الكويت في اخضر، وليد علي وليد علي مرة ثانية لما تقول وان شاء الله تقول على طول، لا تفسخ في نيتك. اي لو عنده انذار وهل لا مو عنده انذار والله، انت شفت العصاقيل اللي بينه؟ لا لا خلنا يا شيخ خلنا نستانس ما شاء الله عليه، لا لا حلو حلو، انا اقصد شنو؟ معلومة انا حلاوته والله ولي، ميسي ما ميسي ما ميو ذي اللاعبين حلاوته والله، لا 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 القصد مو انا، لا هي كمزحة، انا القصد مو يفسخ في نيتك ياخذ انذار، لا خليه ياخذ انذار بالنهائي قول، قصدك يعني العصاقيل اللي بينه شفت؟ لا لا بس استفاد، لان طارق العلي كلمه وقال له راح اخذك في مسرحية دور طرزان. يمكن معنا اتصال من الاخت، مشاركه من الاخت ساره العنزي. يلو السلام عليكم. يا مرحبا، عليك السلام، يا مرحبا الاخت ساره، اهلين، حبيت ابارك على الفوز، واحنا نقول لك الف مبروك بعد، الله يبارك فيكم ويعطيهم العافيه، صدق اللي بذلوا جهدهم اللاعبين، نعم،
واهني من كل قلبي فهد العنزي على اللي بلا. نعم. وانا حبيت بقول بيت شعر عن اللاعبين. تفضلي. يقول ما يخسر ازرقنا وفرسانه عنون. احرارنا دايما يجمل هدفها. حمد يمرها على راس عزوز وانطافت مساعد لقفها فهدها. والله نعم فيهم كلهم. والله ونعم. ونعم بني وائل كلهم والله ونعم فيكم صراحه. الله ينعم بحالك ويعطيكم العافيه ومبروك عليكم الفوز. شكرا على المشاركه. كاس اسيا. باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله اليوم فعلا فهد العنزي ما قصر، لكن انا يمكن عندي تعليق تقريبا واحد انه اليوم الفريق كله فريق لاعبين كويتيين، هذا كان عنزي ولا هذا كان شمري، وكب النهايه وهم لاعبين عيال كويتيين كل اللاعبين ادوا المطلوب منهم وكلهم الفرحه اليوم الفرح حق اهل الكويت بشكل عام. صحيح. عنزة والقبائل كلها كلهم على عيني وراسي. نعم. نعم. وارفع لهم العقال، بس يبقى بالنهايه احنا نقصد منتخب. ان المنتخب الكويتي بكل طبعا هي البنت كلمات حلوه. نعم. نعم. ما في شك انها فرحانه، بس انا اقصد يعني لا يفسر والله الكلام. لما شفت اليوم بجائدة الوطن شفت المبالغ اللي تبرعات كل جميع الصحافه الكويتيه. والشاهد بعد لا حقيقه والشاهد كل هي مكافآت. احنا اتفقنا متبرعات مكافآت يعني التبرعات حق الاعمال الخيريه. لا 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 اللاعبين ذول يستاهلون. احنا نقول مكافآت افضل من تبرعات. مكافآت هي وهذا اقل ما يستاهلون. اقل ما يقدم لهم حقيقه. احنا فرحنا يعني واستانس انه فعلا في مكافآت او في دعم قوي للاعبين تحقيقهم الفوز اكبر دعم لهذه البطوله. الله يطول عمره. جزاه الله خير. نعم. الله يعطيه الصحه والعافيه طول العمر. يعني نتمنى انا والله المبالغ هذه يعني يستاهلونها اللاعبين. اتمنى لو الاتحاد يفتح حساب ويخلي هالمواطنين لو يساهمون مواطنينا، لو كل واحد يدفع دينار. نعم. طلعنا مبلغ ولا اقل يعني 900 الف دينار، لان اللاعبين صراحه يستاهلون الجهد هذا اللي سووه. هذه هني والله اتمنى يعني ان شاء الله ما يقصروا. يعني صراحه مو ما قصروا يعني اليوم احنا يمكن انا قاعد اتابع الاسماء اللي تبرعت او اللي كافأت هالمنتخب هذا، يعني رغم يمكن يعني كلهم رموا الخلافات ورا ظهورهم وقدموا مبالغ لهالمنتخب هذا، لان حق عيال الكويت اللي هم 26 لاعب هذول يستحقون طبعا هم اجهزتهم اللي وياهم لابد ان يكون لهم نصيب لانه بذلوا الجهد. لا مو ما عندني احد بالفلوس لا تخاف. فاتمنى ان الاتحاد يحط يعني يفتح حساب ويعلن عنه ويخلينا نتبرع على كل على قدر يعني ما يقدر، واعتقد حتى اليوم العيال الصغار كل واحد يقدر يطلع دينار نطلع مبلغ. والله يسلم عليك. معنا اتصال من اخونا علي ذياب. الو. الو. هلا اخوي علي، نقول لك الف مبروك. عليك السلام. الله يبارك فيك حبيبي ما تقصر. يا مرحبا. انا ابارك حق الشعب الكويتي كله. الله يبارك فيك. من اصغرهم لاكبرهم وضيوفك. الله يسلمك. الله يبارك. وما قصروا ولا عزيم يعطيهم العافيه وان شاء الله اسيا باذن الله. باذن الله. الله كريم. بس ان شاء الله يخفون على الاتحاد شوي العالم. لا ان شاء الله كم على الاتحاد. لا تحاتي بعد. الاتحاد قوي وهذا مكانه. نعم صحيح. وقايمين باكثر من شغله، يعني اللي بيتناجر نجره وما نجره وعلى الفاضي اخر شيء يعني سواها الشيخ طلال ياب الكاس. صحيح. وما تدري لو غيره ما يابه. والحمد لله مدرب من اقوى المدربين. نعم. مع انه اقل اجر. نعم. بس ما شاء الله يعني مدرب تكتيك. نعم. واللاعبين تكتيك. ولكن يعني انا اتمنى التوفيق للجميع، بس شوي يعني على قولتهم قبل بيوت هداياهم او شغله، يعني ان شاء الله يستاهلون لاعبيننا. يستاهلون. يعني شوي ان شاء الله في تبرعات اكثر، يعني تعبوا. ما اتوقع راح يسوي لهم شيء. المكافآت ان شاء الله بتكون مستوى الحدث اخوي علي لا تحاتي، الشيخ طلال ان شاء الله قال والله بدوره وكل قال بدوره وما حد يقصر. بالكويت والله ما حد يقصر. صحيح. والله ما حد يقصر. صحيح. بس ما يعني ما الا في رقم حساب حق كل برنامج. نعم. شغله مثل شيء تبرعات، والله انا اتوقع الكويتيين من اصغرهم لاكبرهم، ما في احد ما راح يتبرع. صحيح. ويستاهلون لاعبين. المشاعر طيبه علي ما هي غريبه على اهل الكويت. نشكرك. يلا بسم الله. شكرا. بنوصل كل اللي طالب تكاتف الجميع، نبذ الخلافات، دعم المنتخب. طبعا احنا بعد الفوز الكبير هذا وبعد تحقيق الكاس خليج 20 هذه البطوله والفرحه اللي عمت الديره كلها عمت البلد. نعم. اتمنى ان الخلافات هذه كلها ينقطع خلفنا. ليش؟ ورانا بطولات قادمه، ورانا بطوله اسيا، فخلص انتهينا، خلص ما نبي خلافات، ما نبي مشاكل، ما نبي صراعات، خلي نفوس يعني تكون طيبه.